يقول لك الزومبيز طلبت من عنده بأنه يدربها على مود تقتحم البيوت. ديف التويانة لو علينا، فهمني التويانة لو علينا، هاي شنو هاي؟ شنو هاي الطاولة لابسها براسك؟ مرحبا أصدقائي الشباب وبنات، أتمنى تكونون بخير وصحة وسلامة ودائما مجموعين بأحباكم وعزاكم. وياكم أحمد من قناة 100+. رجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة النباتات ضد الزومبي، واللي متابعين وياي هذه السلسلة يعرفون بأنه احنا وصلنا إلى المرحلة السابعة. خلنا ندخل. نعم وصلنا المرحلة السابعة بعد أن حصلنا بالمرحلة السادسة اللي هو هذا الافطار. هذا الافطار شباب، اذا ندخل هناي على view plants اوكي نشوف المعلومات عن هذا الافطار. هذا الافطار يقول لك شنو، long range shooter that hide when enemies get near them. انا قلتها الحلقة الفاتت لكن نعيدها، انه شنو الشباب، يعني يطلق مسافات بعيدة لكن لما تقترب من عند الزومبي يختبئ. اوكي شباب، لذلك لازم اكو طريقه خاصه انه شلون نتعامل ويا هذا الشروم الفطار. اوكي شباب، فخل ندخل ونشوف النباتات ايش راح تسوي ضد الزومبي بالمرحله السابعه. يلا اوكي شباب، هاي مجموعه الزومبي. طبعا لما يطلع لك مجموعه الزومبي من هنا، هسه افتهمت، لما يطلع لك مجموعه الزومبي على مود تفتهم بأنه اشتختار من الشغلات، خصوصا بعد أن كثرت الشغلات. لذلك عندك هذا الزومبي الراكض، خلينا نسميه هذا الرياضي. الزومبي الرياضي، والزومبي اللابس كابوس مال مرور، والزومبي العادي، والزومبي اللي شايل هذا الشباك أو الباب الزجاجي. أوكي، فالزومبي اللي شايل هذا الشباك الزجاجي نختار له هذا طبعا أكيد، ولازم نختار للشموس هذه، ونختار هذا باعتباره جديد، وهذا اللي هو ببلاش نختاره، والولنات نختاره لأنه لازم نختاره، ونختار هذا أيضا اللي هو يشيل لك القبور. أوكي، إيش نختار بعد؟ ما نختار اللغم، نختار هذا اللي يرجع باكورد، خاف يعني نحتاجه، هذا اللي يخليهم يخلي الزومبي يأكلون الزومبي. اوكي شباب، لكن اكو طريقه يعني اني يعني بالي فكره بانه شلون ارتب هذني الافطار والشغلات شلون ارتبها. خلينا نقول له بلاي ونشوف النباتات ايش راح تسوي ضد الزومبيز. يلا بلاي. اوكي شباب، بتشوفون القبور اللي عندنا كلش هوايه، فاحنا اول شيء احنا نخلي هذا مال الشموس، الافطار مال الشموس هنايا. اوكي، وهذا خلينا نخليه هنا بما انه هو يطلق يعني طلق يعني بعيد المدى، فخنخليه لي ورا على مود يساعدنا. اوكي، وهذا خنخليه هنا بالبدايه، شويه يحتاج نستعجل بهاي المرحله. اجى الزومبي هاي من نايه، ما توقعت راح يجي منا صراحه. اوكي، خنخلي له وحده هنا ونعتبرها بالخسائر. اوكي، ننتظر هاي تطينا شمس. يلا يلا يا شمس. اوكي، ونخلي له وحده هنا بالخلفيات. تلاحظون شباب هاي من الخلفيات وهو يعني يطلق يوصل. اوكي اوكي، هسه احنا بعد نحتاج كلهن ذني نخليهن، بس نحتاج مال الشموس ايضا، يعني لا نستهين بالشموس لان هي الشموس تطينا الطاقة انه نخلي ذني. اوكي، طبعا بالبداية تصير يعني الزومبيز العادي يعني رأسا يوقع، بس بعدين تصير زومبيز كلش هواية، والزومبيز المطور خلينا نسميه. اوكي، وحتى ذول القبور الشباب لازم نتخلص من عندهم. ليش؟ لانه على مود نقلل الزومبي بالموجه الاخيره، يعني لان اكو موجه اخيره، فعلى مود نقلل الزومبي بيها. اوكي، طلعت لنا هاي الشمس، خلينا نحط بعد شموس، خلينا نحط هنا شموس، ولو هذا عندنا هذا الزومبي اللي لابس كبوس مان مرور يحتاج نحط له. يلا 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 يا شمس، يلا يا شمس، يحتاج نحط له هذا. اوكي
اوكي اوكي شباب، الوضع مو كلش يعني مطمئن صراحة شباب، لان المراحل تصعب ويحتاج لها تفكير واسع، يحتاج لها تفكير واسع شلون ترتب الشغلات مالتك. فهس احنا يعني تقريبا قاعد نمشي بخطوات جيدة. اوكي، اهم شيء نكثر الشموس على مود تكثر الموارد مالتنا، على مود نقدر نسيطر لما نخلي الشغلات. هسه حاليا قاعد يعني يستخطوني، قاعد يحطون وين محاطة نفطر هذا اللونج هذا الطويل المدى، قاعد يحطوا لي يعني زومبيز. اوكي، فهسه بدوا لا يحطوا لي غير شيء. احنا اهم شيء الشموس يا شباب. اوكي 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 اوكي، هنخلي واحد من هذا الشروم هذا القصير، ونخلي سرعة ثاني هنايا طبعا، بعدين نخلي سرعة ثاني هنايا. هسه شوفون. اوكي يلا يلا يا شمس، يلا هذا سرعة ثاني نبلش بيه هنايا. اوكي، فهذا راح يكون من اول ما يجي الزومبي رأسا راح يبدي يضرب عليه. اوكي، ونخلي سرعة ثاني مال شموس ايضا هنايا. اوكي، يعني هسه شنو اختلفت الاستراتيجيه مالتنا، انه احنا قمنا نخلي المدافع اللي ورا والفطور اللي يطيق شموس اللي قدام، بالعكس يعني. اوكي هسه نحاول نشيل من هذه القبور. اوكي، نحاول نشيل من القبور على مود نخلي سرعة ثاني هنايا. اوكي، رأسا طبعا تجيك الويف. خلينا نشوف اكبر موجة على مود اخلي هذا وين. اي هاي اكبر موجة. اوكي، خلينا نخلي هذا هنايا، ناخذ الشموس ونخلي بعد شموس. طبعا هذني القبور عبارة عن قبلة موقوتة. ها رأسا جاني هذا. اوكي، لازم اخلي هسه هذا الشروم اللي يضرب هذا ابو اللي يضرب الزومبي ابو الشايل الباب. اوكي، خلينا نخلي له هذه على مود يلتهي بيها اللي هي الولنات، خليت له. اوكي، وخلينا نخلي بعد مدافع من ذني. اوكي، هسه احنا راح اشيل هذه، راح اشيل هذه واخلي هذا الشروم اللي يضرب ذولي اللي شايلين سكرين. اوكي شباب، اوكي اعتقد احنا يعني حاليا نوعا ما مسيطرين، بس يحتاج لنا بعد نعزز الخطوط الخلفية. اوكي، هذا خلنا نشيله ايضا. اوكي، هاي الكوينز خلنا ناخذها، وخلنا نخلي اخر شروم يعطينا شموس. اوكي، هسه احنا مسيطرين، واخر شروم للدفاع من ناية. اوكي، هذا ايضا خلينا نشيله ونخلي هذا الشروم البي سكرين. هسه خلينا نستخدم هذا. تشوفون وين حط لي جاب لي هذا بالسكرين بالمكان الوحيد اللي ما بي اللي ما بي هذا الشروم. اوكي، بس هسه راح اخليه هنايا. اوكي، هنشوف اذا يقدر يقاومه لو ما يقدر. حتى لو ما يقدر يقاومه مو فد مشكلة، نقدر نحط له. هنحط هنا والنوت. اوكي، ونشيل هاي القبور نحاول. اوكي، دا تلاحظون هذا قدر بانه ياكل هذا الافطار. اوكي، مو مشكلة. هسه احنا عندنا هاي قنابل موقوتة، طبعا هاي القبور عبارة عن قنابل موقوتة، لانه بالموجة الاخيرة راح يصير الهجوم جدا عنيف. اوكي شباب، هذا نخليه هنايا. اوكي، يلا 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 يا نباتات، يلا اريدش تبدعين ضد الزومبيز. يلا، هيوج ويف. اوكي، هنخلي هذا الفطور، وخنشيل هذا قبل لا يطلع لنا. اوكي، والله ما توقعت هيجي راح تصير. هذول تشوفون هذول طلعوا كلهم، هذول كلهم طلعوا. خلينا نخلي لهم هذا بالعكس، خلينا نخلي هذا بالعكس احسن. اي على مود شويه يساعدونا. هاي شنو هاي؟ شو اكله. اوكي 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 اوكي، لا 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 لا، اعصابك اعصابك، هذا القافز اللي راكض
مصيبه مصيبه. ما ادري لحقوا له ما ادري لحقوا له. خلينا نخليهم هاي هنا والنوت الذولي و لا 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 تشوفون لما تقترب هذه خلينا نخلي له هذا خلينا نخلي له هذا لا 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 خلينا نخلي له هذا اي اي باللحظه الاخيره يا شباب باللحظه الاخيره لانه هو اقوى واحد بين فراح ياكلهم كلهم. امزين ما خسرنا اي شيء اعتقد هي هاي اخر شيء. فلوس صارت عندنا هوايه اوكي خلينا نخليه هنايا يعني هيك جاست ان كيس. اوه والله والله قضى عليه هذا بس هذول اثنين. اوكي شباب اعتقد خلصت المرحله. اوكي حصلنا هذا الشيء. طبعا المرحله شباب كانت مو سهله. حصلنا هذا الشيء اللي هو شنو خلينا نشوفه شنو هذا. اوكي يلا هذا يقول لك ايس شروم يعني افطر على يعني افطر الثلج. temporary immobilized all zombie on the screen. ها يعني يقول لك مؤقتا يجمد كل الزومبي الموجودين بالشاشه. والله هذا مفيد مفيد جدا شباب كل الزين. اوكي كونتينيو. اوكي شباب خلصنا المرحله السابعه وانفتحت لنا المرحله الثامنه. خلينا ندخل ونشوف النباتات ايش راح تسوي ضد الزومبيز. سامح هالكليشه ما اعرف وين. اوكي شباب هسه هنا الزومبيز ايضا نختار الشغلات باتجاه الزومبي يعني مقابل الزومبي اللي موجودين عندنا. فهذا ابو السكرين مو موجود ما نحتاج نختار هذه. اوكي هاي ما نحتاج نختارها بس موجود هذا الراقص هذا هذا. اه لما ندوس عليه والله زين لما ندوس عليه تطلع المعلومات كل الزين. فهذا not encountered yet. اوكي not encountered yet هذا الراقص دانسينج زومبي ياته مكتوب دانسينج زومبي. هذا اعتقد يحتاج نستخدم له هذه. اوكي فهاي نختارها هذا اكيد نختارها هاي نختارها الشمس هذا ما نختاره هذا قلنا هذا نختاره والولنوت اكيد وهذا اللي يجمد اكيد وهذا ايضا للخطوط الخلفيه اكيد. اوكي اعتقد هاي الكولكشن كلش مناسبه. خلينا نقول له بلاي ونشوف النباتات ايش راح تسوي ضد الزومبيز. يلا بلاي. اوكي نفس الخطه مالتنا شباب. هذه نخليها على بعد اثنين وراسا مباشره نخلي هذا الشروم بالخطوط الخلفيه وننتظر تصير عندنا شموس على مود نقدر نلعب بهم لعب للزومبيز. اوكي طبعا احنا لازم نخلي عندنا شموس على مود ساعة الساعة لمن تصير لمن يجون ذولي نقدر انه احنا نخلي هذا اللي هو بالعكس هذا اول واحد. هسه تشوفوا ما اقدر ادوسه. اوكي 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 فذني الشموس اوكي مناسب ما ادري لا لو مخلي هسه هذا هسه لازم اخلي وين صار هذا لازم اخلي اخر واحد ابو 25 راح يلحق اي لحق همزين. اوكي يلا يا شمس يلا يا شمس ايه طلعت للشمس فهذا لازم نخليه لا مخليه هنا انا ما عندي اي شيء. يلا يلا ما يخالف هسه الشموس ما تقصر ويانا. اوكي ايه هذا نخليه على بعد على مود هذا الزومبي العادي ما يقدر يقاوم ضد هذا يعني ما يقدر يوصل له. اوكي ننتظر الشموس. تشوفون شباب عندنا الشموس صفر فالشموس اهم شيء يعني اهم شيء. هاي وهي صغيره تعطينا 15 بس لما تكبر اعتقد تعطينا 25 لو 50 ما ادري. اوكي والله شو الزومبي قام يجون يعني هوايه. اوكي قام يجون هوايه الزومبيز. خلينا نخلي هذا اللي ببلاش الافطار. اوكي يلا 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 اي عافية هذا اهم شيء. اوكي هسه نخلي ذن المدافع الخلفية. اجانا هذا اللابس كبوس. اوكي احنا خلينا نخلي سرة ثانية من هذا الشروم اللي ببلاش وخلينا نخلي الشموس واحنا بعدين نجرب هذا اللي يسوي هذا اللي يسوي فريز. نقدر؟ لا ما نقدر. لا 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 صاروا هواية صاروا هواية. شو اسوي لهم ذولي؟ يقدروا لهم لو ما يقدروا لهم؟ تشوفون هذا الراقص؟ يابا 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 يابا
والله هذا راقص فتشي. نخلي لسرعة ثانية هنا. اوكي 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 اوكي. والله يمكن راح استخدم هذه بس ما عندي فلوس ما عندي. اوكي هذه خلينا نشوف. اي جمدتهم شباب، شفتوا شلون جمدتهم؟ والله جمدتهم، والله هاي مفيدة. تجمدهم وتخليهم يعني ينكتلون كل الموجودين بالشاشة. اوكي نخلي شموس، والله كنت خايف من عندهم ذولي. ونخلي هذا الافطار الثاني، ونخلي هذا هنا الثاني ايضا. نخلي شموس هنا. اوكي هسه شباب احنا اتوقع بدينا نسيطر. اوكي اتوقع بدينا نسيطر. بس هذني القبور قلت لكم قنابل موقوتة فلازم نشيلها. اوكي هذا راح، فخلنا نشيل هذا القبر ونخلي بمكانه هذا الافطار اللي ببلاش. خلنا نخلي هنا يا والنوت. اوكي يلا يلا، لحد الان شقد اني سويت سراوين مال شموس. لا هيوج ويف، شقد سويت سراوين مال شموس، لكن لحد الان عندي نقص بالشموس يعني الفاينل ويف هاي. اوه خلنا نزرع هذه، خلنا نزرع هاي. شو بسرعه جت الفاينل ويف، خلنا نجمدهم. اوكي حلوه هاي، حلوه 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 حلوه، كلهم اتجمدوا كلهم اتجمدوا شباب. بس الشموس اني باقي عندي. اوكي اوكي خلني نجمدهم نبت اللخ. بس لا اعتقد احنا مسيطرين، اعتقد احنا مسيطرين. خلينا نخلي والنوت هناية. اوكي وخلينا نخلي هذا اخر شيء بالسره، وهنا الشموس. بس اعتقد بعد ما نحتاج، لان اعتقد هي هاي اخر موجه من الزومبيز. اوكي حتى الشموس ما لحقت اكبرهم كلهم. اوكي شباب حصلنا يعني انتهت المرحله وحصلنا هذا ب 125. خلينا نشوف شنو هو. اوكي اوكي هذا اسمه دوم شروم، destroys a large area leaving a crater in its wake. والله ما اعرف شنو معناها يعني. المهم يعني حسب افتهمت انه يدمر منطقة كبيرة، بس هاي leaving a crater in its wake. ما اعرف شنو معناها. اوكي شباب هذا اكيد ما راح نستخدمه اليوم، لان انتم مثل ما تعرفون بان احنا نخلص مرحلتين بالحلقة، فخلصنا المرحلة السابعة والثامنة ونرجع ونشوف ايش عندنا. اعتقد الحلقة السابقة لعبنا البونس جيم، فخلنا نشوف اليوم هاي مور ويز تو بلاي. خلنا نشوف، خلنا نختار البازل. خلنا نشوف البازل هنا ايش عندنا. اوكي البازل موجودة هذه زومبي 1. اوكي هذا الزومبي يعني هذه هي اول وحدة، ولاست ستاند. لاست ستاند يمكن احنا نلعب، والفاز بريكينج. ها احنا لعبنا ذيك المره يمكن الفاز بريكينج، والله ما ادري ما كنت منتبه لها هيجي. اوكي خلينا نشوف الزومبي، وخلينا نشوف هاي المرحله المفتوحه، خلينا نشوفها. شنو هاي؟ شو بالعكس اجا ديف يقول لك the zombies ask me to help them practice invading houses. هاي شنو هاي؟ يقول لك الزومبيز طلبت من عنده بانه يدربها على مود تقتحم البيوت. ديف انت ويانا لو علينا، فهمني انت ويانا لو علينا. هاي شنو هاي؟ شنو هاي الطاولة لابسها براسك؟ اوكي I told them it would be okay as long as no plants were harmed. شلون؟ يقول لك قال لهم اوكي انا راح ادربكم طالما انه ماكو نباتات راح تتاثر او تتاذى. شلون متاثر النباتات؟ شلون؟ مو اذا النباتات راح تتاثر؟ اوكي فيقول شنو؟ So I put a bunch of cardboard cut out on your lawn. يقول حطيت خط يعني على مود اعزل مكانك عن مكانهم. ما اعرف شنو هاي شباب اللعبه. يعني ايش راح يصير؟ احنا راح ناخذ الزومبي. اوكي هاف فان. اوكي هاف فان شنو؟ تعال ديف وين راح تروح وتعوفني؟ راح يروح يعوفني. اوكي اوكي شباب حسب ما افتهمت انه انا راح اصير عندي الزومبي، ومهمتي انه اكل هاي البرين شباب، هاي الدماغ الموجود بالاخير. تشوفوه هذا الاحمر، تشوفوه هذا الاحمر، فهاي مهمتي. لان انا مكتوب 0 من 5 برين ايتن، يعني لازم انا اكل خمس برين
برين أدمغة. أوكي أوكي أوكي. ولازم أستخدم دول الزومبيز اللي موجودين على صفحة. فأنا شنو فكرتي؟ خلي أستخدم الزومبي الضعيف. أنا عندي بس 150 من الشموس. أوكي خلي أستخدم الزومبي الضعيف. أستخدمه هنا أول شيء. أوكي أوكي. يعطيني شموس. ممتاز ممتاز ممتاز. أوكي وأقدر أستخدم هذا الزومبي هسه هنا. بس لا يمكن غلطت. المهم خلي استخدم هذا الزومبي هنا على مود يخلصني من هذا. اوكي خلصت من عندهم اثنيناتهم كل زين. هسه اقدر استخدم هذا على مود يعطيني شموس. اوكي خلي استخدم هذا هنا ايضا على مود يعطيني شموس. اوكي هاي الشموس. اوكي ممتاز. وهنا ايضا على مود يعطيني شموس. اوكي 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 شموس كثيره شموس كثيره. واحنا الدنيا ليل شلون تصير شموس كثيره ما اعرف. اوكي هاي اول اثنين راح يروحون ما عندي مشكله بيهم. هذا ايضا نحطه هنا اثنين على مود يخلصونه من هذول النباتات. شباب انا كنت ابو النباتات انه صرت انا ضد النباتات. هاي اللعبه الغريبه. اوكي خلينا نستخدم هذه على مود نتخلص من هذا اليقمز. اوكي 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 اوكي. وخلينا نستخدم هذا ايضا. لا كان المفروض نستخدم هذا عندي فلوس هوايه. خل استخدم هذا. اوكي خل استخدم هسه هذا. فلوس هواية فلوس هواية شباب. هاي بعد هاي خلينا نستخدمهم كلهم. يلا 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 خلينا نحطهم كلهم. لا لا ما عندي فلوس ما عندي فلوس. لا 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 صارت عندي فلوس. اوكي 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 خلينا نستخدمهم كلهم يعني كلهم. اوكي شباب حصلنا ثلاثة وهذا اخر شيء. هذا اخر شيء خلينا نستخدمه هنا. اوكي هاي خلصنا اربعة يعني اربعة برين. حتى يعني أضوج لما أقولها. والله شنو هاي لعبة النباتات ضد الزومبي. أوكي شباب هذا آخر مدفع راح يتخلصون من عدة الزومبي. عافية عليكم يا زومبي. صارت بالعكس شنو هاي. أوكي راح يأكلون آخر برين هناية. وحصلنا تروفي يا شباب. حصلنا تروفي فزنا بالمرحلة. 5 من 5 برين إيتن كل الزين. وياها جوهرة فلوس صارت عندنا. اوكي شكرا شكرا شكرا. keep on collecting those trophies continue. اوكي شباب اوكي اوكي يعني هسه احنا هسه هاي ب 150 زين. انا عندي 9000 مدى افتهم عندي 9160 يعني هسه هذه الكوينز. you should really complete adventure roof level 8 before playing this mini game. ها لازم اكمل هوايه على مود لازم اكمل هواية مراحل على مود العب هاي الميني جيم. اوكي 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 شباب اوكي شباب. مثل ما شفتوا اليوم بانه احنا قدرنا نخلص مرحلتين وقدرنا بانه نلعب مور ويز تو بلاي اللي هو لعبنا بيها البازل. اوكي شباب فلهنا وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى تكون عجبتكم. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه وشاركوا المقطع بين اصدقائكم ونشوفكم خير بالحلقه الجايه. كان وياكم احمد من قناه 100 بلس. مع السلامة.